تست تست، خلينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشراكم خاوتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم عبد الكريم على قناتكم كريم وتك. إذا ما كنتم دير سبسكرايب دير سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك الجديد نتاعنا، وزيد بزيادة ديرنا جيم للفيديو الجيم، تخلينا نكملو نبارطاجيو لكم غير الجديد، وزيد بزيادة ثاني طلعنا المورا لكم فاهمين. في الفيديو تاع اليوم رايحين نشوفوا السعر المتوقع لهاتف جالاكسي ام 51 في الأسواق الجزائرية بالإضافة إلى المواصفات نتاعو. خلينا نبداو على بركة الله. الهاتف والذي هو جالاكسي ام 51 الجديد يضم شاشة طويلة تمتاز بثقب في الجزء الاوسط العلوي من اجل الكاميرا الامامية، واربع كاميرات تتخذ شكل حرف ال في الوحدة المتواجدة في الركن الايسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الاصابع في زر التشغيل على الجانب. فقد تم تزويد الهاتف الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة سوبر اموليد بحجم 6.7 انش وبدقة فول اتش دي بلس، ومعالج 8 نواة من فئة سناب دراجون 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية ميكرو اس دي. بالنسبة لسعة البطارية فهي 7000 ميلي امبير، بطارية هذا الهاتف ضخمة جدا، تدعم شحن سريع بقوة 25 واط. يأتي الجهاز ايضا مع كاميرا امامية بدقة 32 ميجا بيكسل، واربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بيكسل للكاميرا الاساسية، وبدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميجا بيكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق. سعر المتوقع هذا الهاتف في الأسواق الجزائرية، عندنا النسخة 6 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت روم، تجيب سعر 290 أورو، يعني راح يكون سعر تاعها في السوق الجزائرية حوالي 65000 دينار جزائري. والنسخة الثانية 8 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت روم، تجيب سعر 310 أورو، يعني راح يكون سعر تاعها المتوقع في الأسواق الجزائرية 70000 دينار جزائري. الهاتف لحد الآن ما دخلش للأسواق الجزائرية، كي يدخل الأسواق الجزائرية راح نشوفوا البري تاعو اللي راح يتوفر به في المحلات، يعني هذو الأسعار المتوقعة فقط. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى الفيديو استفدتوا منه. راكم كي خاوتي واش تحتاجوا راني هنا، ماذا بيا نفيدكم ونفيد الغير. ورايحة خاوتي ملا ما تنسوا جيم الفيديو وتبارطاجيو لاشين مع أصحابكم وتابونيو، هذا كل باش نوصلوا ل 100000 في أقرب وقت. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.